وهنعمل سلطة الفراخ بالبنجر. تعالوا نشوف هنعملها ازاي وايه هي المقادير بتاعتي. عندي الجرجير، عندي البطاطا الحلوة هتكون مكعبات وهنحطها في الفرن تتشوي، عندنا البنجر كرات الفراخ بالبنجر هقول لكم ازاي بتتعمل، وعندي الجبنة القريش المكعبات، الهالبينو والبصل. تعالوا نشوف كده ايه هي الطريقة وازاي بعمل الكرات الحلوة دي. عندي اول حاجة هتكون الفراخ، هجيب فراخ مفرومة، صدور مخلية او صدور بوراك اللي احنا بنحبه مفروم، وهتكون عليها ملح وفلفل، بهارات لذيذة بتاعت الفراخ، هحط عليها البقسماط وبنجر مسلوق ومفروم، وبعد كده بعملها مع بعض مع البصل المبشور، وبحطها زي ما انتوا شايفين كده بكورها، وبحطها على الطاسه بنقطه زيت بسيطه قوي واسويها زي ما احنا شايفين. عملتها سريعة جدا علشان نقدر نعمل مع بعض السلطه الحلوه دي النهارده. بصوا الجمال، هجيب الجرجير. اول حاجه هعملها ان انا هحط الجرجير تحت خالص، فالجرجير هيكون معايا من تحت. جرجير بيديني طعم حلو قوي قوي قوي، وبعدين احنا اتفقنا عايزين نستفيد بايه كل الفيتامينز اللي ممكن ناخدها، فالجرجير والبنجر والبطاطا بصوا انسوا اهو، حلو قوي 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 كده. وبعدين هجيب البطاطا المشويه تتحط كده، بطاطا بطاطا، وهجيب كمان البصل بتاعنا الجميل، شوية بصل، والهالبينو بقى مش عايز اقول لكم ايه، حاجة كده لازم تبقى مشطشطة تدينا طعم حلو وطاقة اهو. وكرات الفراخ بتاعتي معمولة بالبنجر، بصوا الجمال، مش عايزة اقول لكم تطلع حلوة قد ايه، طعمها وشكلها كمان مختلف وجديد. دايما احنا بنتفق معاكم عايزين نعمل حركات في السلطات بتاعتنا وفي اطباقنا وعلى سفرتنا. والجبنه اهو كده بقى، القريش تتقطع زي ما انتم شايفين، عايزين جبن القريش الكريمي بقى الحلوه دي، وبصوا بتتقطع مكعبات، بتبقى حلوه قوي قوي مع طبق كامل متكامل من السلطات، هيعجبكم قوي، عايزاكم تجربوه اهو كده، مش محتاجين معاه اي حاجة تانية، طبق جميل جدا 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 ممتع اهو كده. انا ايه حطيت حلو قوي، والهالبينو كله كله اتحط جميل جدا. تعالوا بقى نشوف التقديمة الحلوة. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6.